انا بصراحه بشكر فنانه لوسي جدا، هي اول مره بتتعامل معايا كانت في المسلسل في المشهد الاولاني، وكانت قلقانه هقدر اخد القلم ولا لا، فقالت لي انا بضرب بجد، فقلت لها تمام، قالت لي انا مش بهزر يعني، القلم قلم، انا ما بحبش ما بعملش خدعه ولا تعمليه كده ولا كده، القلم. قلت لها لا تمام، القلم قلم. طبعا انا كنت خايفه لانه انا ما اعرفش يعني الدنيا هتمشي ازاي، والمشهد كبير والزعيق كتير، ومش عايزه اخلي انا يعني ببقى حريصه ان ما اخليش الناس تعيد مثلا عشان خاطري. المهم انها عملته، وفعلا القلم يعني خبط في خدي خبطه قويه لدرجه انه رن. فبعد ما عملنا ستوب لقيتها جت عليا جري، قالت لي حبيبتي ده انت خدتي القلم بجد، انت خدتي القلم في وشك كله، يعني مش على حته كده، دايما لما بنضرب بنحاول انه يبقى حته صغيره يعني، لا خدت القلم جامد. فوشي سخن شويه وحمر، حبيبتي هي ايديها قعدت، كانت ايديها ساقعه، قعدت تعمل لي تحطها على وشي وتحاول تعمل لي زي كمادات عشان يروح القلم شويه بتاع الضربه. بعد ما خلصنا المشهد لقيتها بتقول انت ممثله جامده جدا وانا مبسوطه بيكي قوي، وخدتي القلم جامد وعملتي كملتي المشهد وانا مبسوطه بيكي. بقيت اليوم كان مشاهد صعبه كتيره، كل ما نعمل مشهد كنت بصراحه الاقيها تقول لي انت عجباني جدا، انا مبسوطه قوي، التيب اللي انت عاملاه حلو، انت مذاكره، انت بنت حلال. فاخر بقى خلاص قالت لي على فكره انت بنت حلال وطيبه. فبقول لها ليه؟ قالت لي لان لولا ان انت بنت حلال وكويسه ما كانش ربنا بعت لك الدور ده. وقالت لي ان الدور ده من اهم الادوار اللي هي شايفاها، قالت لي انا لو ما بعملش كريمه وليا يعني اختيار كنت هختار ان انا اعمل فوزيه، لان فوزيه من اصعب ادوار الستات اللي في المسلسل واحلاها. فبصراحه انا بشكرها جدا طبعا يعني على التشجيع بتاعها من اول يوم، وانها فعلا كل مشهد كنت بعمله حتى في الايام اللي بعد كده، حتى في التشوه حقيقي كانت يعني مشهد الحريق ده مدام لوسي خلصت شغلها وقعدت جنب الاستاذ محمد النقلي على المونيتور تتفرج عليا وانا بعمل المشهد. دي حاجه كبيره قوي عندي، حاجه بسطتني جدا، ان طبعا ممثله ونجمه كبيره زي مدام لوسي تقعد حريصه انها تتفرج، وانها بعد ما ده حصل تيجي تطبطب عليا وتقولي برافو كنت هايله وعجبتني قوي، وان في مشاهد بعد كده برضو هتبقى مشاهد مهمه تشجعني، وكل مشهد تقولي برافو عليكي، انا مبسوطه بيكي، انت كويسه جدا. فبصراحه يعني حقيقي انا بشكرها قوي ومبسوطه ان انا اشتغلت معاها. لقاء مع مولات التصوير وعدد الساعات، هو الجمهور ما بيسالوش، ما عندهمش اسئله ولا ايه؟ ايه يا جماعه ما تبعتوش تقولي حاجه.